اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. الاستاذ الكريم الزامن المهندس طارق توجه مضيفه حلقه الليله، نتابع الفقره اليوميه بين قوسين ثم نعود. في فقرة بين قوسي لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب عبد الله فلاتة بصحيفة المدينة، والتي جاءت بعنوان التكديس والتفليس، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: طلبني الكثيرون بالحديث عن قضية التكديس على اعتبار أن من كانوا ينتقدونه بالأمس ويرددون أنه يضر بمصلحة الكرة السعودية باتوا يمتدحونه اليوم. وبصريح العبارة كان المنتقد هو نادي الاتحاد ورئيسه الناجح آنذاك منصور البلوي، وحيث إنني أرفض الحديث بردات الفعل وتغيير مواقفي والتلون حسب الأندية، فإن رأيي لن يتغير ولا يختلف. ففي السابق كنت أؤكد أن ما يقوم به نادي الاتحاد ومن خلال رئيسه الذهبي منصور البلوي هو فكر احترافي وتطبيق فعال لأنظمة الاحتراف، وكل يسعى لمصلحة نادي والصفقات الحالية للأهلي والهلال هي فكر احترافي أيضا. أما مقولة التكديس فهي التخلف الاحترافي في الماضي والحاضر. وأضاف الكاتب: والمشكلة أننا نتوقف عند عبارات حتى وإن كانت فارغة وليس لها أي قيمة عملية، والزمان كفيل بتعريتها وتغيير الأندية كافة لكشف سيطرة الميول على من أطلقها وفضح الآراء المفلسة أمام الرأي العام. وما يحدث حاليا من صفقات وتعاقدات يسجل لإدارة النادي الأهلي كما يسجل لإدارة الهلال، ويبقى السبق علامة مميزة للعميد وعضو شرفه المؤثر. ومن حق جماهير الاتحاد أن تتفاءل باقترابه الحالي من أوضاع ناديه واطلاعه المباشر على شؤون فريقه الكروي لما يمتلكه من فكر احترافي خلاق قاد العميد للواجهة والسيطرة القارية وظهور العالم المشرف للكرة السعودية. وطالما أن الماضي أساس الحاضر فإن الاتحاد سيعود لتكاتف رجاله ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والتوفيق سيكون حليف إدارة بن داخل طالما هي تسعى لمسلك الطريق الصحي. بس برنامجنا رياضي ما يفتح المواضيع. شوف عنوان صحافة الصباح: في صحيفة الحياة صقر عطيف إلى شارلوا البلجيكي. في الرياضية ريكارد ينقذ كأس العرب. عبد الله عمر استقبلوني بالورود وغادرت بالدموع. الأهلي يضع 4 لاعبين على قائمة الانتقال في عقاب. بالنادي ثري سعودي يسعى لشراء نادي الاتحاد الجزائري. في صحيفة الرياضة السعودية واللي رأس تحريرها الزميل فواز الشريف: فضيلة إمام الحرم المكي سعود الشريم، الحوار المقبول بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. والهريفي: النصر يمشي على عكاز ومطعوم ب4 خناجر، بكيت في برنامج كورة لأن العالم لا يقهر. هذه عناوين صحافة الصباح، نشوف ضيوف حلقة الغد. الأستاذ خلف منفي رئيس تحرير صحيفة جول أونلاين الإلكترونية الرياضية، والأستاذ مساعد العبدلي الكاتب والناقد الرياضي المعروف. أبو حسام شكرا جزيلا لوجودك. الله يحييك وأنا شاكر لك. مهندس طارق شكرا جزيلا. شكرا لك. موعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله.